تعالوا بقى نشوف عملنا القمر دي ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ طب متابعين الكرام، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنقص مع بعض كوشن كويسة جدا بقماشة مشجرة. انا قصيت قطعتين، مقسم 45 في 45، فهبتدي كده ونسمي الله. بسم الله، هناخد ناحية منهم، هنحطها في وش التانية، نعدل بس الرسمة، هنحطهم في وش بعض كده. تمام، هنبتدي بقى نثبت الجزئية دي من فوق كده، نخش بتاع حوالي 3 سنتي. بسم الله كده، وهناخد الناحية التانية اللي قصادها برضو، هنثبتهم في بعض. والخيط قطع، معلش. انا دلوقتي ثبت الناحيتين، هبتدي اقص من هنا كده ناحيه الحته اللي انا ثبتها دي حوالي 0.5 سنتي، وهي على بعضها كده، وهاجي الناحيه التانية اللي انا ثبتها برضو واقص حوالي 0.5 سنتي، وافتح كده، يبقى بالمنظر ده. الفتحه دي اللي هثبت فيها السوسته. يلا بينا نثبت السوستة مع بعض. دي السوستة بتتباع بالمتر، بتجيبيها من عند مستلزمات الاسفنج والكنب والحاجات بتاعت الكنب، لان دي سوستة بالمتر. بس في برضو سوستة بتتباع عند الخردواتي المقاس اللي انت عايزاه. فهنثبت كده السوستة، بسم الله. هبتدي بقى ان انا اثبت كده السوسته في الناحيه الاولانيه، في ناحيه من الناحيتين اللي انا ثبتهم في بعض. هو المقاسات دي بترجع ليكي انت على حسب ما انت المخده عندك الكنب او الركن مقاسها ايه. انت اللي بتثبتيها، انت اللي بتقصيها على قد الحاجه اللي انت هتستخدميها. انا المخده عندي كانت 45 في 45، عشان كده عملت لها المقاس ده. طبعا بتسيبي حوالي 1 سنتي للخياط. كده احنا ثبتنا اول جنب، وهثبت الجنب التاني من الناحية التانية. كده، وبظبط ايدي القماشة. هي سهلة جدا على فكرة. كده ثبت السوستة اهي زي ما انتوا شايفين.
دلوقتي بقى هنبتدي ايه نقفل الجوانب علشان تديني في النهايه شكل المخده اللي انا عاوزاها. خليكم معايا. انا دلوقتي قبل ما اثبت واقفل الجوانب هثبت الاول الجزئيه دي. قطعه القماش هثبتها، هتنيها الاول. انا محتاجه قطعه قماش حوالي 5 سم في 45. هبتديها من الجنبين عشان تديني الشكل اللي هوريكم. عايزين نعمل فيها شكل اللي عايز يعمل الشكل ده تمام، مش عايز يستغنى عنه ويخليها ساده براحتكم. هثبت الجنبين كده، هاتني الجنبين كده. اهي بالمنظر ده هاجي في الجزء، في جزء من الجنبين دول هاخد واحد منه اقسمه نصين كده، واجي في النص احط الشريط اللي انا عملته. هعمل كده وهعلم بقى بقلم كده او بالمقص بس حته صغيره عشان تثبت النص. ايه مع النص كده هقفل ثلاث جوانب. ده الجنب الاخير. انا دلوقتي كده ثبتت الثلاث جوانب، قفلتهم بخياطه. طبعا انت عشان تتفادي المنظر دوت والقماش والتنسيل، يا تتني وانت بتخيطي يا تعملي اوفر، والافضل تعملي اوفر. كده انا خلصت تقفيل الكفر بتاع الكوشن. ده الشكل اللي بقى معايا لحد دلوقتي. هنبتدي نعمل انا دلوقتي بعد ما قفلتها الجوانب وثبتت فيها دي، هحتاج ان انا بروز المخده من بره، الكيس من بره، علشان يديني شكل حلو وانا فرشاه. فانا المفروض ان انا هسيب من هنا حوالي نص سنتي علشان ابروز بيه، اعملها زي برواز يبقى شكل يدي منظر للكيس معايا. فانا دلوقتي سبت حوالي نص سنتي وبخيط، ايه بخش جوه نص سنتي واخيط في طبعا في الثلاث جوانب. اعذروني يا جماعه، انا مش مرتبه الافكار، بقالي كتير ما قعدتش وما عملتش عملتلكوش اي حاجه، فمعلش انا مش مرتبه الافكار، فيا ريت تعذروني. انا كده ده تالت جنب. انا كنت ثبت جنب ما وانا بقفل، نسيت ان انا افتح الكاميرا. وده كده الجنب التاني. طبعا كل ده احنا سايبين نص سنتي، بنخش لجوه نص سنتي ونخيط علشان نعمل برواز للي. ده كده اللي انا اقصده، ان احنا سايبين نص سنتي لجوه عشان يديني منظر اما احط فيه المخده، يديني منظر كده شيك وشكله حلو. عشان لو هتعملي مشروع او حاجه يبقى انت شغاله تمام. هخلص واوريكم الشكل النهائي. في طريقه الفيونكه على الصفحه عندي. هثبت الجزئيه دي كده، هاجي من النص كده واقسمها نصين. دي الفيونكة دي بقى على حسب حجمها وانت عايزة حجمها قد ايه.
دي كده اتنيها نصين. انا سبت فتحة من النص عشان اقلب منها الفيونكة. انا دلوقتي هقلبها على وشها لو وصلتي معايا هنا للجزء ده في الفيديو. اتمنى تدعميني بلايك وتشتركي لو لسه مشتركتيش علشان يوصل لك كل جديد. تفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ده الشكل اللي هيطلع بعد ما تقفلي الجوانب بتاعتها. هجيب بقى قطعة من دي زي دي كده وهقسمها، هاتني نص سنتي من هنا سنتي من على الحرف ده وسنتي من على الحرف ده وهقفلهم على بعض كده كده واثبت على المكنة. هتطلع لي بالشكل ده. هاجي كده امسك الفيونكة من النص واجيب الجزئية اللي انا عملتها دي احطها كده. ده هيبقى شكل الفيونكة وبعد كده هثبتها هنا في النص. وده شكلها بعد ما ثبتت فيها الفيونكة وبعد ما خلصت. مستنية رأيكم بقى. ما تنسوش تدعموني بلايك ومستنية رأيكم تقولولي عايزين ايه نعرضه يعني في الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.